بسم الله والحمد لله، ربنا اجعلنا أمة خالصة لك، واجمع بيننا حتى نكون صفا واحدا نواجه أعداءك بالتمام والكمال، ولا نخشى منهم أحدا يا علام، لا نخشى إلا غضبك وأليم عقابك يا كريم، ألطف بنا فيما جرت به المقدر. وإذ ابتلى إبراهيم ربه وابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ولا الكلمات لا يعلمها عددها وطبيعتها من أفعل ولا تفعل إلا الله. لهذا المفسرين اللي كل حد حكراسي ولا مفسر، هذوما الحقيقة إحنا نحذركم منه، خاطر عندهم شيء عدهم بني إسرائيل ما يهمهمش يقولوا حق الأنبياء عليه السلام أو سيدنا إبراهيم عليه السلام مسلم. هما قال لك إحنا لزي إبراهيم، إحنا أولى بإبراهيم. إبراهيم ما كانش يهودي، يا كلاب يا سفهاء لا عقل لكم، اللي عنده عقل ما يورثش روح مع الرب، مع الأنبياء عليهم السلام، مع خلق الله. والحديث يطول على بني صهيون، ولكن الناس نايمة، وذاك علاش ربي باتباع الأكثرية لتعاليم بني صهيون، تعاليم شيطانية، هاو نراو على تقطق ومازال فلق، أو جاتنا جائحة وأغلب الناس مش فاهمين، اتكموا شبه أجمعين متكمين، ولكن ما فهموش قصد رب العالمين. كيف ناقصوا من الكذب عندكم انتم من نتنياهو، ما مشهور بكذبه حتى على اقرب الناس في الحكومه، يعني عنده هو شيطنة هي علامه مميزه لاسرائيل ومملكه اسرائيل. ما تكذبش انت خائن وما تنجحش، ما النجاح الا ما تدور يدك في الاموال وتفسد ذمم من الناس ولا يسلم لك حد. واحنا علماءنا وقواتنا اللي فيهم شيء من الصلاح في صدام البطل رحمه الله، انتم تعاقبوهم. قال شنو؟ قال احنا مش نصفيو حسابات، لانه قام وقع ضدنا في ما بين النهرين. جاءت فرصه اليوم وهي غصه بالحقيقه، اللي حسبتوه ما تحققش، اللي حسبتوه كان صدام كلام والله بحكم اللي يكونوا ده يرجع لطريق السلام، طريق الإيمان، طريق التأدب مع الله. فحضر لكم مكايد، ورينا كيفاش اللي خدمتوهم من العالم كله جبتوهم من غادي، كيفاش تفجير وتفجير وغلطموا بواحد ينيش بالمليح حطاله في مخه ينهار، اللي كان قبل يبدا يبعث الرعب في القنوات كلها، تروح الامريكان لا يغلب واحد منتشر بالسلاح بسكودو بسكودو اتسيتيرا اتسيتيرا. فجاء وقت رينا بالضبط ماذا اصابكم من كيد صدام، وهذا بفضل الله اللي اعطاه صمود واعطاه كيد للعدوان، ومازال تراه في العراق وفي ايران وفي أرض الإسلام، تراه العجب العجاب يكون في أفغانستان في كل مكان. ما تخرج من فم إلا على شر الحالات، وتدعو مبالغ كبيرة في من هيأتموه باش يكيدونا ويهونونا في بلداننا، ومازال الكلام يستمر، ومازال نصر ربي يزيد يقرب ويزيد يقوى. وويل لكم منا بفضل الله حين يأمر الله بالكيد لكم وضرب كيانكم وتدمير هاماتكم وتخريب بناءاتكم. هذا قريب في القريب العاجل، ما تعزموش تعرفوا أي واحد منا ولا أي واحدة منا، تبدأ في قلب أسرار مكان نووي، وتعرف أسرار التفجير ويكون هناك كارثة، مش كارثة تشيرنوبيل تولي كارثة مليون مرة تشيرنوبيل، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم.